لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات، واللي هتستضيفها مصر بكرة، هتبدأ بكرة إن شاء الله وهتستمر لحد يوم 26 فبراير الجاري. البطولة هتشهد مشاركة 368 لاعب ولاعبة بيمثلوا 45 دولة، بالإضافة طبعا للأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي علشان تسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر بالتأكيد. وإحنا يعني مستمرين في استضافتنا للبطولات، وفي اننا بنبهر العالم في استضافه البطولات بالتاكيد، فبنتمنى كل التوفيق ونجاح البطوله كالعاده، يعني زي كل البطولات اللي بتستضيفها مصر. نروح لبطوله كاس العالم للرمايه واللي هتختتم بكره ان شاء الله، واللي اقيمت على نادي النادي بالعاصمه الاداريه الجديده بمشاركه 376 رامي ورميه من 51 دوله، ونجح ابطال الرمايه المصريين في تحقيق ارقام جديده لاول مره في البطوله. وكان الفريق المصري لبندقيه ضغط الهواء مختلط المكون من الرامي محمد حمدي وفريده خالد في نهائيات 10 متر والمنافسه على ميداليه. وكمان حقق الرامي محمد حمدي رقم مصري وعربي وافريقي جديد في مسابقه البندقيه ضغط هواء، وكان قريب جدا من التاهل للنهائيات والمنافسه على ميداليه. وحققت كمان الرامية ريماس وليد الناشئة تحت 16 سنة في أول مشاركة ليها في بطولة كأس العالم رقم جديد للناشئات. أما عن بعثة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبية، هتسافر بكرة إن شاء الله للإمارات للمشاركة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واللي هتتلعب في الفترة من 23 فبراير الجاري ولحد يوم 1 مارس اللي جاي، واللي بيشارك فيها 600 لاعب بيمثلوا 35 دولة. طبعا بعثة منتخب مصر ضمت 9 لعيبة، وهم إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد صبرة، كريم محمود، محمد كامل، عبد الرحمن يوسف، باسم عبد المولى، جمعة محمد، خالد علي. وبيترأس بعثة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبية الدكتور أحمد عوين نائب رئيس اللجنة البارالمبية. والجهاز الفني بيضم كل من دكتور أسامة فؤاد مدرب عام، دكتور محمد أبو دنيا مدرب عام مكفوفين، وكابتن ياسر فتحي مدرب، وكابتن أحمد خيري مدرب. بكده تكون خلصت أخبارنا. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا نجم نادي الزمالك السابق لكرة اليد كابتن أحمد العطار، وحديث مطول بالتأكيد عن مباراة القمة غدا أمام النادي الأهلي طبعا في الساعة 8 مساء على صالة حسن مصطفى. كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراة بكرة، بطولة منفردة. مباراة القمة هي بطولة منفردة، حتى لو مش هتؤثر على موقف الزمالك في الدوري، ولكن هي بطولة منفردة بالتأكيد.